لو المشكلة عندك انزلاق غضروفي وسنك مثلا تحت سن 40 او 50 سنة، والالم بتاع الانزلاق ده بيجي معاك مع الجلوس اكتر من الوقوف والمشي، يبقى انت هتعمل بعض التمارين. سبب التنميل او الوجع اللي بيبقى واخد منطقة الحوض وبيبقى مسمع كمان في خلف الفخذ، او ممكن يبقى واصل معاك لحد خلف الساق ولحد صوابع القدم، ده ممكن يكون سببه هو الانزلاق الغضروفي، يعني الغضروف اللي ما بين الفقرات اتقطع والمادة الزلالية اللي موجودة فيه خرجت وضغطت على العصب، فبتعمل الاعراض بتاعته اللي هي اعراض عرق النسا، اللي هي تنميل ووجع وحرقان بياخد خلف الرجل. اول تمرين هتنام على جنبك السليم بالشكل ده كده، والرجل اللي فيها الم عرق نسا هتبقى فوق، وتتني ركبك الاثنين ناحيه صدرك كده، وتقوم لافف بوسطك وحاضن السرير كده بالشكل ده. بعد كده رجلك اللي فوق هتقوم فاردها لورا كده، خلي بالك الرجل اللي تحت زي ما هي ما تحركهاش، وتقوم فارد الرجل اللي فوق لورا اقصى حاجة بالشكل دون. الوضع ده كده بيوسع الفتحات اللي خارج منها العصب، فبالتالي الضغط من على العصب بيقل، وبالتالي اعراض عرق النسا هتقل ان شاء الله. ممكن من الوضع دون نعمل كمادات مية دافية على الظهر لمدة 10 دقايق، وبعديها مساج على عضلات اسفل الظهر لمدة 5 دقايق. وفي الوضع دون لازم تبقى ماسك بايدك السرير كويس، ولافف وسطك لورا بالشكل دون، ومرجع رجلك المصابة لورا اقصى حاجة كده. وبعد ما تخلص الوضع دون هنرجع للوضع بتاعنا تاني، وضع الراحة بالشكل دون، تاخد نفسك كده لمدة دقيقة، وبعد كده نبدأ نعمل التمرين التاني. وانت نايم على السرير على الجنب السليم بالشكل دون، هتلف وسطك بالطريقة دي كده، ورجلك المصابة تمدها لقدام اكنك هتشوط الكورة كده، وايدك العكسية تروح الناحية التانية، وتثبت في الوضع دون من 3 لـ5 دقايق. وبعد ما نخلص التمرين دون هنعمل تمارين اطالة وتمارين لتليين العصب. اول وضع هتحط رجلك المصابة على رجلك السليمة بالشكل ده، وتقوم واخد بايدك العكسية رجلك الناحية التانية بالشكل ده كده، وتثبت في الوضع ده حوالي 20 ثانية. هتحس بشد في منطقة المؤخرة كده، كده انت بتعمل التمرين صح. هتعمل التمرين ده 20 ثانية ثبات وتريح، هتعمل كده مرتين. وضع تاني منه من نفس الوضع برضه، هتمسك رجلك التانية من تحت وتقوم واخدها عليك بالشكل ده، وتثبت برضه نفس المدة. ده وضع تاني للتمرين. في نوع كمان بقى من تليين العصب الوركي، هتمسك رجلك من هنا كده وتبدأ تاخدها عليك واحدة واحدة وتريح. هتخلص التمرين ده كده حوالي 10 مرات مجموعتين. هتخلصه هتعمل بقى التمرين اللي بعده، فارد الركبة بالشكل ده 10 مرات او 20 مرة مجموعتين. والتمرين اللي بعده من نفس الوضع برضو، هتفرد الركبة وتقوم شادد مشط رجلك عليك وتنزل، وتطلع وتشد مشط رجل عليك وتنزل. هتحس بشد في التمرين ده، ما تقلقش مفيش مشكلة، كمل عشان العصب يتلين. اخر تمرين في التليين هترفع رجلك على مخدتين مثلا او ارتفاع صغير، وتبدا تشد مشط رجلك عليك وانت فارد ركبتك بالشكل ده. هتحس بشد برضو في خلف الفخذ كده، هتكمل عادي. لقيت الشد قليل هتحاول ترفع رجلك شويه كمان على حاجه اعلى، وتبدا تشد برضو. حسيت الشد قليل ارفع رجلك كمان اكتر، ابدا اعلي في المستوى كل شويه طالما الشد موجود في رجلك انت تستحمله شد بسيط. التمارين دي هتعملها ان شاء الله تخفف من عندك الاعراض. وبكده يكون موضوع النهارده خلص، اتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل حاجه بننزلها. اتمنى لكم دوام الصحه والسلام عليكم.